السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ممتازة أودي غابا، خطيرة ناتشو وضرب الجزاء، خطيرة ناتشو ضرب الجزاء لريال مدريد. ما الذي جاء بك إلى هنا يا ناتشو حتى تتحسن؟ إيدن وسمير، إيدن وسمير، إيدن وجول. إيدن هازارد يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل للريال ويعقد من أمور الإنتر، لأن فوز الريال يخليه بسبعة ويخلي الإنتر في المؤخرة بنقطتين فقط، هدف مقابل صفر لريال مدريد في جوسيبي ميازا أمام كاس كرة جول لوكاس فاسكيز. أوبا با 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 جول، أوبا با 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 جول. 10 ثواني كانت كافية لرودريجو، جول تحفة فنية رائعة من لوكا مودريتش للوكاس فاسكيز، من لوكاس فاسكيز كرة جول للولد الصغير رودريجو، خرج من هنالك وسدد وسجل بيمناه بروعة. يا سلام على اللعبة يا توني كروس، يا سلام لوكاس فاسكيز وكرة جول. تقدم في نتيجة، هل يفعل لارس شتندل؟ جول لارس شتندل الكابيتانو، يتقدم لمونشون غلادباخ في بروسيا بارك بهدف الجزاء، فرصة للارس شتندل وراس جول. الراسية الألمانية، راسية الهدف يوب هانك سابقا، الراسية تأتي في القائمة الأول، نيكو إلفيتي يصل إلى مرمى أندري بياتو، نيكو إلفيتي فوق راس الحارس أندري بياتو للأسطورة، كرة بالراس ما زالت الفرصة. أي 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 زلطنة هذه الكرة وضعها في الشباك، زلطنة يعني من فعل من اسم زلاتان إبراهيموفيتش وحده الذي كان يفعل هذا، لكن توزعت ما بين سويسرية وألمانية، والرابع الرابع جول، الرابع الرابع الرابع، 10 أهداف مونشون غلادباخ في شباك شختار، ذهابا وإيابا ليلا ونهارا في ساعة مبكرة وأخرى متأخرة، ضربوهم على اليمين، جلدوهم على اليسار بكرات في السماء. تصل على طول كرة وتسديدة والفولو والجول، والفولو والجول، الفولو والجول، لكن يبدو هناك أمامنا هنا، هل هناك راية ولا نشوف القرار إيه؟ لكن مفيش تسلل، مفيش تسلل هنا، هدف للنجم ليفاندوفسكي أمامنا هنا في الكرة اللي فاتت. هنا بقى يعني قيمة لاعب كرة مسددة من جانب اللاعب اللي امامنا هنا، ادت صلحت الكوره، بص التسديده من جانب مين؟ من جانب قائد الاوركسترا. 118 من الشوط الاضافي، وادي امامنا فرصه التسجيل، والكوره لما تخدم بقى، الكوره لما تخدم، كوره امامنا من كومان ترتطم في اللاعب فيبر، وكان في كل مباراه لازم ريد بول سالزبورج يسجلوا في مرماهم زي ما سجل في اللقاء الاول اللي كان جمع الفريقين، كان سجل المدافع كريستنسن. بص امامنا الاعاده، بص الاعاده، شوف جوراتسكا، تدخل قوي قوي من جوراتسكا مع اللاعب سوبو سولو، استخلاص للكره، شوف هنا الى كومان فرصه يبحث عن ساني، راسيه يا ولد، ليروي ساني، ليروي ساني، هو ده بايرن ميونخ، هو ده بايرن ميونخ، هي دي شخصية الفريق البطل أمامنا هنا، وادي الحضور والتباعد، وهونس ورومينيجا والرموز بايرن ميونخ في لقطة العملاق البافاري، أبدا أبدا طبعا شخصية البطل. شوف لوكاس البديل، شوف السرعة هنا من جانب ليفاندوفسكي، والكرة تمرر إلى كومان، يمرر كرة يا ولد على التمرير. أليخاندرو غوميز يوصل جول
مسجل غدار غدار الفريق الإيطالي مسجل ولا يبالي ليفربول مشاهدينا الكرام اللي باقي بعشر مباريات أوروبية بدون خسارة ينهار الآن في هذه الكرة السحرس في القائم الثاني والهدف الثاني شو هذا شنو هذا يا بيرغامو وعده وعده الألماني جوسانز بفرحة غريبة لجاسبريني عيني هذا أتلانتا مدمر ليفربول المهول في ملعب أنفيلد بالذات شوف الكرة شوف أجمل صورة إلى الأمام بالرأس لمصلحة بورتو جول لبورتو الفريق الذي يتقدم بتقدم الثاني في المباراة يسجل الهدف الأول في المباراة هنا يأتي بالحدث في هذه المباراة الله 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 لاحظ هنا زايد ليبورتو 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 الله روعة يا أوليفيرا في الكرة الماضية المسجلة في الضربة الثانية المسجلة في الروعة الثانية الحاضرة هنا في المباراة أريحية كبيرة جدا يأتي بها القائد يأتي بها الليدر لاحظ هنا تابع هنا الله 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 أوه أوه